انجي الحلاوه دي، حلاوتي قوي يا انجي. وايه كل الرجال ملمون حواليك دي؟ لا لا يا بنتي المحظوظه يا انجي، خلعت انتي ولبست انا كل الشغل. محظوظه. ايوه يا حسين. عايز مني ايه يا حسين؟ معطلني ليه يا حسين؟ عندي شغل كتير يا حسين. مش شايف يا حسين؟ شايف يا حسين الشغل اللي ورايا؟ انت بتزعلي ليه وانت بتكلميني؟ ده انت ناقصه تاخديه تحري. بقول لك ايه يا حسين، انا مش فاضيه لك. انتي خدت اجازه وسايبالي كل الشغل فوق نافوخي. خلص يا حسين. يا بنتي ده عايشه حياتها في الاجازه دي. انت شفت الصوره اللي رافعاها على الفيسبوك؟ اوف. ايه ده؟ ايه يا انجي الحلاوه دي؟ بتاعت النادي؟ اه شفتها. ايوه هي دي. شفتها كماليا؟ شفتي انجي حلاوه ازاي وبقت مزه؟ محظوظه. هنعمل ايه؟ دي كمان بعتلي شويه صور. ايه هايله، هبقى افرجك عليهم لما ارجع. يا بنت انت ما بتغريش عليا ولا ايه؟ هو انت متجوزين عشان توريني صور صحباتك؟ غيري كده واعمل زيه. حطي برفان، البسي، ها؟ أكيم وانت عسل. انت عايز اعمل زيها؟ انت اتجننت يا حسين؟ لعلمك بقى، انجي طلبت مني ان انا اروح معها الجيم واروح معها النادي وانزل اشيل شويه هدوم، بس انا اللي ما رضيتش. طب وليه ما رضيتيش؟ انت اتجننت يا حسين؟ انت اتهبلت يا حسين؟ انت عايزني اصرف فلوسي في شويه الهبل ده بدل ما اروح اشتري اكله حلوه ترمي بيها عظمك يا حسين؟ ما تصرفي يا كمال، انزلي اشتري هدوم واصرفي. لو هتبقي زي انجي في الصوره اصرفي، او على الاقل الواحد يشوف لهم حلوين. يا سلام، شوف مين اللي بيتكلم يا اخويا. واثق من نفسك قوي. تقولش شارون خان اللي بيكلمني. ما تشوف نفسك يا حسين، بقيت عامل زي الكوره من كتر الاكل. يلا 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 يلا، باي باي، عندي شغل متلتل مش فاضي. يلا ماشي يا كمال، لما نروح حسابنا. لما نروح انا فعلا بقيت مركز في الاكل وبس. فين ايام الشباب؟ ايام ما كنت جان. راح في زمن الشقاوة. يا حسين بيه دايما على بالي. يا ابو البول عاش من سمع صوتك. داني في المطبخ عندك يا غالي. ايه ده؟ دي مشروبك المفضل يا باشا، شوت هوكلت. ايه؟ شوت هوكلت يا باشا. ايه القرف ده؟ ده شبه الكبدة اللي كلناها في البريك. للدرجة دي عاجبك يا باشا؟ عاجبني ايه؟ تشيل من هنا روح اعمل حاجة تانية. اعمل لك هوت شوكلي؟ لا اعمل لي هوت دوج. ده بتعمل ازاي ده؟ يلا نمشي من هنا. ليه يا باشا؟ امشي سيبني دلوقتي، انا متخانق ومتنرفز. اوكي يا باشا. بقى انا ماليش غير في الاكل يا كاميليا. ماشي. ما صحيح ماليش غير في الاكل. زي ما فكرت اشرب شربت هوت دوج.